استغل الرابور محمد هادي مزوري المعروف بمسلم الضجة التي أحدثتها طليقته نبيلة عقب كشفها خيانته لها مع الممثلة أمل صقر ليعمل على إصدار فيديو كليب جديد تحت عنوان أنا كابايرو، وهي كلمة إسبانية تعني الفارس. واعتبر متابع الفنان أن أغنيته الجديدة والتي أصدرها اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 هي بمثابة رد قاس على منتقديه الذين فضل عدم الرد عليهم من قبل بسبب ما تعرض له من انتقادات شديدة بسبب مشاكله وعلاقته الشخصية مع أمل صقر قبل أن تستقر على علاقة الزواج. ويقول مسلم في كلمات الأغنية: السلام عليكم، معكم كابايرو حتى بادي من الزيرو، كابايرو قبل ما نكون رابيرو، وما على بالي كلام اللي كيغيرو، الحق هذا ما خلو ما قالو، وأنا مكمل في طريقي ديالي. وأضاف منتقدا أعداءه: أعداء النجاح كتار، قولوا الحق هذا أنا كابايرو مكمل في طريقي، حتى أنا كابايرو أنا ماشي في طريقي، وهم باقين فين كانوا، والكابايرو كلامه في لسانه. وحصدت الأغنية خلال ساعة من إصدارها على أزيد من 200,000 مشاهدة ومرشحة للارتفاع، وهو ما يفسر وفق تعليق أحدهم أن مسلم اختار الوقت المناسب والزمن المناسب من أجل الرفع من شعبيته التي تدهورت جراء هذه المشاكل. ويشار إلى أن مسلم وصقر تزوج بحر الأسبوع الماضي بعد علاقة غرامية دامت 5 سنوات، وظهر الزوجان بعدها في تناغم والفرح باد على محياهما في مقاطع فيديو متفرقة اعتبرها الكثيرون محاولة فقص طليقته التي بدأت حربها من خلال المواقع الإلكترونية والضجة المفتعلة. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.